الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء الكرام، سيبقى الأردن بشعبه وقيادته وجيشه وأجهزته برجاله ونسائه وشبابه المجبول بالكرامة والإيماء والعنفوان متيقظا وصامتا في وجه كل دول ودويلات المؤامرات وصناعة الثورات وعبادة الثروات. سيبقى الأردن إنسانيا رغم نكران وجحود المجتمع الدولي الذي أشبعنا وعودا ومؤتمرات مانحين وأدار لنا مهره وأصبح يلقي علينا بمواعظ في الأخلاق وفي التعامل مع اللاجئين متجاهلا المعنى الحقيقي والقانوني لمبدأ تقاسم الأعداء. المجتمع الدولي المنافق الصامت بدون حياة على جرائم الكيان الصهيوني الغاشم المتفرج بقبح على قوافل الشهداء ومحاكمات الأطفال وسرقة الأرض والتعدي على العرض. ويكفي الأمة عارا وذلا أنه لم يبقى من رجالها سوى عهد التميمي. فواعهداه واعهداه بطولتك كشفت سوءة عورات العرب. بطولتك كشفت سوءة عورات العرب. سيبقى الأردن روح فلسطين ورئتها المملوءة بالأكسجين ولسانها الناطق بالحق. فالأردن وحده الذي توحد فيه الرسمي مع الشعبي عندما تعلق الأمر بالقدس. الأردن وحده الذي لم يخشى قطع المعونات وتلميح الرعناء والأرعن بها، لأن القدس بالنسبة لنا ليست مجرد قضية بل مصير أمة، لأننا نؤمن في هذا البلد بأن من يقبل المساومة على القدس لا يؤتمن على عمان أو دمشق أو بغداد. سيبقى الأردن قلعة العروبة ومملكة الحق وعرين الهواشم الذي لا يضام. الزميلات والزملاء الكرام، سعادة الرئيس، غابت السياسة الخارجية عن البيان الحكومي في مرحلة حساسة من عمر الدولة الأردنية التي تقترب فيه من مئويتها الأولى. نحتاج الآن إلى مراجعة واعية وموضوعية لكل تحالفاتنا السياسية وعلاقاتنا الخارجية، مراجعة تقييمية لا انقلابية نفكر فيها بإعادة التنوع السياسي والبحث عن خيارات جديدة ومتنوعة ضمن مسار دبلوماسي متوازن يحافظ على الجيد المتكافئ ويرفض مظاهر البطرسة والعنصرية والمزاجية. وليكن لنا خطوات استباقية في جذب استثمارات وعلاقات استراتيجية متنوعة مرتبطة بمسارات ومصالح سياسية محددة، لأننا إذا لم نواكب أشكال التعاون الدولي الإنمائي الجديدة فستكون خسارتنا السياسية والاقتصادية. وننظر إلى العالم المفتوح أمامنا بكل الاتجاهات ولنفعل كل أدواتنا بما فيها الدبلوماسية البرلمانية لخلق صداقات وشراكات ممتدة حول العالم. وبذات الأهمية يكون العمل أكثر وأعمق على تمكين الجبهة الداخلية لأنها الأساس والركيزة التي لم تخذل الدولة أو النظام يوما فكانت دوما في صف الوطن. وأتساءل هنا لماذا لم يتكلم البيان الحكومي عن صفقة القرن وكأننا غير معنيين بها؟ فهل أصبحت الصفقة واقعا محتوما لا مناص منه؟ وما هو تأثير الصفقة على الأردن؟ الصفقة على الأردن وعلى ملف اللاجئين تحديدا، هل سمي ملف العودة لغير رجعة وفتحت بدلا منه صفحة ملف التوطين؟ هل فعلا ستضم الضفة
بها إلى الأردن كما قال المصري. وما قاله وقرره في نيزة الكيان عن الخيار الأردني وخطة ترامب في المنطقة أصبح واقعاً. والسؤال الأهم، لماذا هذا الصمت؟ وهل سنبقى متفرجين على ما يحدث في التلاميذ المهذبين بدلاً من التحرك بكل الاتجاهات لوقف هذا الاستهداف للدولة الأردنية؟ وهل ستبقى هذه الصفقة سراً أو يتمان كما هي صفقة الغاز؟ سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء، تجديد العقد الاجتماعي كما عرفتم ليس إلا دورة بيضاء تعيد التوازن بين أطراف المعادلة الداخلية، توظف الحقوق والحريات والواجبات، تذكرنا من دولة على حافة الديمقراطية إلى ديمقراطية حقيقية فيها ترفع الدولة يدها ودعمها. عندما ترفع الدولة يدها ودعمها عن السلع والخدمات وتتخلى عن الدور الأبوي، عليها بالمقابل أن تنهي تشبثها بالسلطة المطلقة وأدوات الحكم، وأن تفسح المجال أمام المزيد من التمكين الشعبي الحقيقي السياسي. هذه هي ثنائية الضريبة والتمثيل التي قرنا عنها دائما. وأعتقد أن أحداث الدوار الرابع درس مهم لا بد من الاستفادة منه، فقد آن الأوان للانتقال لحكومات برلمانية تحمل برنامجها من الشارع إلى البرلمان ثم إلى إدارة الدولة عبر الحكومة ليحاسبها الشعب بعد ذلك على نجاحها أو فشلها عبر صناديق الاقتراع. هذه الحكومات المنتخبة وحدها تصبح قادرة على تقديم خطط إصلاح مالي واقتصادي والسير بنا نحو الاعتماد على الذات بكل شجاعة، لأن السلطة هي مختبر ومحط التنظير، فلطالما كان الإصلاح السياسي هو الحقيقي هو طريق الإصلاح الاقتصادي المستدام والحقيقي. ولهذا لا بد من اخذ محور الاصلاح السياسي بكل جديه باعتباره قلب الاصلاح الشامل، ولا بد من الاشاره هنا الى ان الاراده تكون في كثير من الاحيان اهم من النصوص حتى الدستوريه، ولتبدا بما عرضت عليها كتله المبادره النيابيه وما ستطلقه في الايام القادمه من اصلاح للمركزيه من حيث تعديل القانون الناظم لها ومد مجالس المحافظات بكل الموارد الماليه والبشريه لتقوم هذه المجالس بالادوار الخدماتيه والتنمويه المطلوبه منها، والانطلاق الى تشريع قانوني انتخاب عادل وحدثي يضمن تمكين النساء والشباب. ما عندي مانع من اقتراح اخونا خالد رمضان بالمراسم ياتي بمخرجات سياسيه وطنيه متجذره شعبيه